نقول الله يأمننا في أوطاننا. وفي كانت دعوة عند الختيارات والله كنت أسمعها زمان يقول إن الله ينصر سلطاننا ويأمننا بأوطاننا. والله والله في لحظات الأمواج اللي في ليبيا الله يأمننا في ليبيا، وفي لحظات إخواننا في المغرب رحمة الله شهداءهم ربنا يشفي جرحى يا دنيا الله يعفو العافية الله يعفو عنا. لسه القادم من علامات أكبر يعني تكثر الزلازل، العلامة الأولى حتى يرفع العلم وتكثر الزلازل، هذا الشيء يعني سيبدأ الناس بمشاهدته، وإحنا ما بنقول غير الله يلطف فينا، إحنا بس بنقول الله يلطف فينا، لأنه القادم وإحنا فيها إحنا الآن في نهاية الزمن. لا شك إنه إحنا الآن يعني علامات الساعة قاعدة تتحقق كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملتها كثرة موت الفجأة نسأل الله العافية، ومنها كثرة القتل، ومنها كثرة الزلازل والفيضانات، وفي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، هذا كله الناس ستراه بعيونها، ونسأل الله عز وجل أنه يلطف فينا جميعا. الإنسان الآن ما في إلا التعلق مع الله عز وجل، والعجيب في الأمر طبعا هو ليس بعجيب على الله عز وجل، لكن المستغرب إقبال من الأوروبيين على الدخول في الإسلام. يا أخي والله بتحس الدنيا لا أنا ولا أنت من مشينا، اللي مشيه هو الله عز وجل. يعني إقبال الأوروبيين على الدخول في الإسلام في هاي الفترة متزايد، يعني في تزايد في الأعداد الداخلين في الإسلام في هاي الفترة. سبحان الله، يهدي دينه من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسبحان الله، يعني أحوال الدنيا تشعر الإنسان بالضعف، الأحوال نشوفها تشعر الإنسان قديش ولا شيء في الوجود، لما تشوف سيارة تشوف جسر قدام المي اللي احنا بنشربها عشان نعيش، يعني الماء من جهة وسيلة حياة ومن جهة وسيلة موت، فسبحان الذي جمع المتناقضات في الشيء الواحد، يعني هم يحييك هم يميتك، المي هي وسيلة حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبنفس الوقت المي قاعد تكون سبب في هلاك وقتلهم كله، عشان تعرف إن كل شيء خلقناه بقدر، أشياء كلها مسخرة ولله جنود السماوات والأرض للمرة الله أعلم كم. نحن لا نحاكم البشر، ولا يجوز أن نقول بذنوبهم، لا يجوز أن نحاكم الناس وكأننا إحنا مبرئين، لا، الله عز وجل يسيرها، حتى لو بقي الكون على رتابته كان الإنسان اتكل على الأسباب الله تدبر فيكسر الكون عن رتابته. سبحان العظيم الذي سخر كل شيء. فنسأل الله جل إنه يعني يرحمنا جميعا برحمته، يتوب علينا، نقول اللهم آمين. إحنا متوفين 69 37 الله يحييك جميعا، 33 77 متواصلين إن شاء الله دائما. نأخذ اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول إشي نشكرك دكتور على هالبرنامج، وبديش أضيع من وقتها كثير، وحاب بس يعني نصيحة هيك منك. يعني أنا أب لوالد، طبعا زوجت ابني له 3 سنين، ولكن ال3 سنين عايش مع زوجته بقدر، يعني سمت بدن وقهر وجميع المواصفات والمقاييس، ولكن البنت احنا شايلينها على طول الروح. فعطيناها اول مره وثاني مره وثالث مره عده مرات، ووصلنا بينه وبينهم محاكم، وبالنهايه الولد يرجع يقول لي انا بدي زوجتي، عشان الحلال والحرام نرجعها وترجع حليمه لعديتها القديمه بالمشاكل هي وياه. فيعني هو بينه وبينها بنت، فانا شايف يعني الرؤيه اللي العلاقه الزوجيه بينه وبينها مستحيله من المستحيلات، لانه فيش مساعدين. أنا كنت مصلح اجتماعي إله وإلها، وأهلها من الناس اللي بيميلوا مع البنت إن كان على خطأ ولا على صواب. يعني أنا مرة قلت لأبوها أنت راح تخرب بيني وبين بنتك، لأنك أنت مش مصلح معي، مش مصلح اجتماعي معي. فأنا بدي نصيحة، هسا وصل القرار الحكم يعني النهائي، فرجع الولد مثل مرة وقال لي أنا بدي زوجتي، وأنا قلت له إذا بترجعها راح أغضب عليك دنيا وأخرى. هسه في عنده بنت، أنا بكرة بدي شيء. لا شوف أقول لك، شوف معلش. معلش
هو راضي بجحيمه وراضي بهمه، احنا ما قلنا نقول له طلق. تمام؟ متى بنقول له طلق؟ لما هو يجي يقول انا بدي اطلق وانا حياتي مستحيله وانا عايش في نكد، بنقول له طيب اسمع، اقول هالشغله، هو العمر كله يومين، فيش داعي نضيعهم بالمناكدات ولا هذا، كل واحد في طريقه. طبعا بعد ما يكون الامور وصلت لحد زي ما تفضلت انت الان، طبعا انا وطبعا دائما وابدا يا اخوان اللي بتسمعوني، انا بجاوب بناء على الكلام اللي بسمعه، مش بناء اني انا مش قاضي اسمع من الطرفين، انا بجاوب على الكلام اللي بسمعه. انت كاب ما لك تقول له طلق او تقول له والله اذا ما طلقت بغضب عليك، لا، طول ما انه هو بيلجا لك بدك تصلح. متى ما هو الزوج وصل لقناعه انه انا ما عاد قادر اكمل، هذيك الساعه بنقول له احنا معك، لانه انت مش مطلوب انك تضيع عمرك، ولا مطلوب منك انك تنكد حياتك وتعيش بكره ضغط وسكري عشان والله ترضي فلان وترضي علانه، هذيك الساعه موضوع ثاني. اما انا كاب ما الي اقول لابني طلق، ما الي اقول له اذا ما بتطلق ترى انا بغضب عليك، انت اتركه فهمه. متى ما انه شكالك وقال لك يا با انا بدي اتخذ القرار الفلاني، هذيك الساعه بتقول له والنعم بالله. تمام؟ فانت لا تخربط، يعني خلي كلام حلو بالاول، انت مصلح اجتماعي وهي نكذب جميع مواصفات المقاييس، ما اختلفناش لحد هون. انت على فكره شغلك لوز، متى انت طلعت عن الخط حشاك طبعا، بس يعني متى الانسان يتجاوز، لما قلت اذا بترجعها بغضب عليك، لا هاي نسحبها ما دام هو راضي بهمه. ليش انا وصلت للمرحله هاي دكتور؟ تسمح لي؟ نعم. احنا ليش وصلنا للمرحله هاي؟ آخر فتره قلت، قال لي انا خلاص، ما زي ما تفضلت، قال لي انا مستحيل من المستحيلات اقدر اكمل. قلت له اسمع، انا راح امشي معك، انا راح امشي معك، ولكن مش تعمل فيه زي كل مره تقول لي عند النهايه تقول لي انا بدي زوجتي. قال لي ابدا، اذا انا بقول لك بدي زوجتي ماشي. شو بتسوي انت عاد المره هاي؟ المرة هاي انت انسحب، انت اللي انسحب. لما اقول لك بدي مرة تقول له هذيك مرة تروح دبر حالك معها، انا بني وعلي اديت ووفيت، لا بروح اصلحها ولا بروح اجيبها ولا جاها ولا وجهها. طيب يا دكتور، هو انا حقك تقول انا ما بروح هسه في حالي هاي يعني، بس لا بعد اذا اجبرته على الطلاق، هون السؤال، لانه انا عارف هاي. لا ما تجبره، لا ما تجبره، اذا اجبرته على الطلاق ما تجبره، ما تجبره، ما هون لك، بس مالك حق تجبر على الطلاق. بس ماشي، انا ما لي حق، صحيح كلامك موزون، ولكن هل يا ترى اذا اجبرته على هالطلاق، انا كشخص كوالد بأسم؟ هون السؤال. نعم 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 نعم. اذا اجبرته، بقول كلمه اجبرته، في فرق يعني بين اجبرته وبين اشرت عليه. اسمع، في فرق بين اجبرته وبين اشرت عليه. انك تجبره على الطلاق قطعا لا، ولا بدنا اياه. انك تشير عليه، اجى يشاورك وقال لك يا بنت شفت بعيونك شو حياتي وشو الرأي عندك، فانت قلت والله يا با كل واحد من طريق مشورة ما فيها مشكلة، اما تجبره لا. والله لانه انا كان احنا بنظل مع زوجية ما دام في شعرة، شعرة، شفت الشعرة، شفت الشعرة، ما دام في امل بالحياة الزوجية ولو شعرة بنظل متمسكين فيها. فانت ما تجبره، انت الك حق تنسحب، الك حق تقول له ما عاد اروح عليك، الك حق تقول له ما له علاقة لا بصلحة ولا بغيرها، ماشي الحال. إلك حق تعطيك، تعطي رأيك، نعم صحيح. تجبر لا. طب واللي شايف انه والله يا اخوي لاخر لحظه، والزواج اذا شايف زواج فاشل هذا، وانا خايف بكره يجيب اكثر من ولد، هسه في بنوتي بكره يصير اكثر، وبالنهايه راح ينتهي هذا الزواج على فشل. يعني انا راح، انا من باب هاي الرؤيه وصيه قول له يا ابوي انت الامور لسه قدامك مش واضحه، ففيش داعي يكون في خلفه ثانيه. وصيه ما فيها مشكله، احكي له. ما وصيناه وهي اجبر مجبريته انها تخلف منه، مش عارف انا والله يا دكتور، ماني عارف شو بدنا. لا ما فيها، انت انسحب من الموضوع وخلي هو يدبر حاله، يدبر راسه، واذا جاك يشاورك قل له انت عارف شو رايك. يا سيدي شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافيه ومشكور. الله يحييك ويسلمك، يا مرحبا يا مرحبا، المستعان بالله. يعني احنا بنسمع كل يوم مشاكل، حسبي الله ونعم الوكيل. احنا دائما نظل مع الحياة الزوجية لآخر رمق، يعني لآخر رمق الواحد يحاول لآخر رمق، بس بعديها شو تسوي؟ المستعان بالله. ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين معنا اتصال. ألو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معالي الدكتور، يسعد مساك. الله يحييك، يا مرحبا. معاك المهندس أحمد باكير. أنعم وأكرم، يا مرحبا، أهلا وسهلا. أنت قبل شوي بحديثك الشيق حكيت، جبت جملة الماء، أنت رب العالمين خلقك ماء لكل حدا بسمعك، لكل حدا بيشوفك. والله يرحم سيدي نوح على الخلفة وكل حبة تراب، وهالضحكة يا ربي دومها 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 ما تفرقه. الله يبقى الله صادم نفسي أشوفك أنا. الله يخليك، والله صار نفسي أشوفك. الله الله يا رب يا مرحبا فيك، يستر بيتك ويعافيك ويبعد الله ما أمين. أنت وأهلك وأخوانك وكل حدا بيمسك. اللهم آمين، اللهم آمين، الله يبارك فيك ويسلمك. على صوتك وترجع إلى عمان بالسلامة. الله يحفظك ويطولنا إن شاء الله فقط. وأنا ممنونك. اللهم آمين، اللهم آمين. أنا ممنونك، ما بدي شيء منك غير إنه تكون دومك سالم غانم. الله يسلمك، الله يسلمك، تبارك فيك، تسلم 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 يا مرحبا فيك. إن شاء الله بس تجي لعمان أجي أتبارك فيك. يا مرحبا، بيحصل لي شرف. هلا دكتوري الغالي، الله يرضى عليك. الله يحييك، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييك وسلمك، أكرمتنا. الخطوات وقاني وانا انتبعك لفراغ عنك، لو انك غريب فراجتك وخيبت فيك ظنك، لو انك غريب فراجتك وخيبت فيك ظنك. أهلا بكم جميعا، معنا اتصال. السلام عليكم. ألو، كيف حالك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. كيف صحتك يا حبيبي أنت؟ الله يحييك، أنا وسهلا دكتور. أنا جد من أشد المحبين لك والله، والكلام اللي بنسمعه يا مرحبا فيك، الكلام اللي بنسمعه منك قاعدين الحمد لله رب العالمين. أنت ابن عالم جليل وعالم جليل، وأخوك عالم جليل، الله يحفظك لنا يا رب. يا رب لك الحمد، اللهم آمين، اللهم إن شاء الله. اللهم أنا أمين. أنا يا دكتور في راس السمادي اللي حكيت معك قبل فترة، وبتمنى إن شاء الله بس يجي على عجلون إني ألتقي فيك، لأني جد بحبك بالله والله العظيم، ما إلي غاية الحمد لله. الله يرضى عليك والله بيكرمك ويسلمك. الله يحفظك ويخلينا إياك يا دكتور. بس يا حبيبي في إلي سؤال، بيحصل لي الشرف والله علي ألاقيك. الله يسعدك يا دكتور، وخلي ان شاء الله نلتقي، ان شاء الله غير نلتقي بعون الله. بس يا دكتور في عندي شغله صغيره بدي اسالك بيها. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. في لي جار عنده حمام، الحمام هذا انا عندي بس كان ومربي بالبيت، وهذا البس كان يضل يقطع الحماماته، يعني كل يوم يلاقي عنده الخم. يروح لهن قطك، يروح لعندنا على العش، على العش يروح لهن ويخنق، يعني يأذي هذا بس يأذي، يمعص واحد منهن. إيه أصابه بجوز أكل أكثر من 10 حطن بجانب بعض، خنق يخنق ويرمي. فخبانه جاري خبانه وين بالخم تبع الحمامات بذيك أيوة. الأطوة وعراسة كتر القط شايف. لا كتل والله وحملوا كبوا بالزبالة كمان. اللي بدي أسأل عنه هذا أيوة. حيوان ما بفهم شايف، ورب العالمين قسم له يعني من هالحيوان الثاني يأكل منه، انت بتحكم عليه علي أساس يا حبيبي؟ بدي أسأل شو حكمه بال، يعني حيوان ما بفهم شايف. وسلام سلمك يا حبيبي، طول عمرك، بني إني أسمع إجابتك. من زمان الشرع حل المشكلة هاي، إنه على أهل البساتين حفظها بالنهار وعلى أهل الحيوانات حفظها بالليل. يعني بالنهار هو المسؤول عن حماماته، وبالليل أنت مسؤول عن قطك، فاللي أكل القط بالليل لا والله أنت بتدفع حقه، واللي أكل القط بالنهار هذا راح، لأنه حيوان هذا تأكل. أيوة، فأما أنه والله أنه ذبحه والله أنه غلطان، يعني بيكون غلطان، لأنه هذا إلا إذا كان قط خربانة، وأنه في قطعات خربانية،
على كل حال اللهم اغفر لنا وله وتسامح انتوا اياه، لانه بخاف انا جزء من الحمام اللي اكلوا يكون اكلوا بالليل، اذا اكلوا بالليل فهذا عليك انت، عرفت؟ لك تدفع حقهم اللي تاكلهم أيوه. بالليل. فالله أيوه. مغفر لنا وله أيوه. القطة هذا مسكين راح مستعان بالله. الله يرضى عليك. المهم اسمع، المهم انت، المهم انت ما تكونش تزعلت مع جارك. لا لا، بس انا لما شفت البسمة مكتول يعني ضايقت يا دكتور. انا زلمة بشوف، انا زلمة ضرير شايف، فلما كان ظل يجي احوالي هون عندي وعايز تكتب اجر فيه بس انا بقول لك انه صار يدي أيوة يعني أيوة. صار يدي ايوه يا الله المستعان بالله، المستعان بالله. الله يرضى عليك يا حبيبي. الله يحييك. انا حطيت لك رقم مرة بالجاليري عند الشباب وقلت ان شاء الله يا مرحبا فيك بسمع صوتك بسلم عليك حبيبي. ان شاء الله اكون يوم بعمان وبحكي معك، ان شاء الله يوم اكون بعمان وبحكي معك. يا مرحبا فيك. الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همة كمي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج هموم الجميع اللهم آمين. على 569-33-77 هو هاتفنا وفي معنا اتصال. ألو 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 مرحبا مرحبا أهلا ألو ألو. عندي سؤال يقول هل يجوز للمرأة أنها تسلم على الرجال لفظا من غير مصافحة كقول السلام عليكم كيف الحال الرجاء أنك ترد؟ مو بيعتمد مين الرجال، يعني واحدة بتشتغل في دوام وفاتت في زملاء العمل قالت لهم السلام عليكم، عليكم السلام، ما فيها مشكلة. عدم آخر صديقي جاي هو زوجته فتحت لهم الباب فسلمنا على الرجل والمرأة قالت السلام عليكم كيفك يا دكتور شو أخبارك، ما فيها مشكلة. أنا دخلت على بيت جاري مثلا واستقبلوني على الباب أبو مينة وأم مينة، السلام عليكم أبو مينة كيف الحال، السلام عليكم خيي كيف حالك شو أخبارك، ما فيها مشكلة. يعني الظرف هو اللي بحكم، الظرف هو اللي بحكم. ركبت في أسانسير، أنا ركبت أنا في الأسانسير وفي خوات مثلا راكبات، فأنا لما دخلت قلت السلام عليكم ودرت وجه عنهم، ما فيها مشكلة. هي ركبت في الأسانسير، إحنا كنا واقفين رجال ودخلت واحد من الخوات، إذا قالت السلام عليكم ما فيها مشكلة. يعني يا أخواننا إحنا الموضوع مش موضوع السلام حلال وحرام لفظا، الموضوع إحنا ما بدنا يكون السلام يجر كلام، هاي هي فكرتنا، هاي فكرتنا، عرفتوا كيف؟ فإن شاء الله ما فيها مشكلة. يعني ربنا قال وإذا سألتمونا متاعا فاسألوه من راح إجابة، قال ربنا وقل قولا معروفا، القول المعروف والقول الذي يعني لا يثير غيرة المحارم. أين معنى اتصال؟ مارو. ألو ألو يا مرحبا. يعطيك العافية دكتور. يا مرحبا. والله بعد معك أم أيهم شادي عبد الرحمن. يا مرحبا. والله دكتور إحنا طالبين من الله ثم منك مساعدة علاج زوجي. الله يقدرنا يا رب خير إن شاء الله سلامته. والله يعني بعد التحاليل وبعد الصور وبعد يعني الإجراءات والخزعة طلع معه سرطان بالرئة وطلب وبدنا إعفاء أو مساعدة أو إشي مشان علاج فكري في علاج. طيب انت شكرا إن شاء الله ربنا يسهل. ما عنده تأمين؟ لا إحنا سوريين وما معنا ولا تأمين ولا راتب ولا أي إشي، وجوزي عامل وقاعد. أيوة أيوة. المفوضية يعني السورية ما بتعالج؟ لا والله ولا بإشي ولا منظمة. طيب خلي رقمكو عندي الآن بالإذاعة ونشوف شو بنقدر نساعدهم. حاضر لعل الله يسهل أمور، مستعان بالله. ماشي يا أخت. حاضر السلام عليكم يا شيخ. اللي بيحلف على مرته يمين طلاق عشان إنها بتروح تحضر دروس دين، يعني إنها ما تروح وتتعلم التجويد بالمركز، شو الحكم؟ الحكم إنها ما تروح، مدام حلف يمين طلاق إنها ما تروح لا تروح، مدام إنه حلف يمين طلاق على مرته سوى غلطان ولا مش غلطان موضوع ثاني،
لكن هو ما دام حلف يمين طلع قال لما رحت حش سامعين بتكون طالق إذا بتروح تحضر دروس دين فهو حر يعني يعني واجب التنفيذ صار في الموضوع هذا. الآن كونه غلطان هذا حسب لحاله هاي حسب لحاله لكن ما دام حلف يمين بدنا ننفذ اليمين. وبعدين يا أخواننا الرجال يعني إذا كان في درس دين إذا كان في درس تجويد شو المشكلة وراحت الزوجة وحضرت يعني شو المشكلة؟ ما هم هاي بيقعدوا على التلفزيونات قديش وبيقعدوا بالزيارات قديش ليش ما بتعترضوا؟ ليش لما تروح تحضر درس يمصير نقول لا؟ وإذا صار درس دين إذا صار في درس تجويد إذا صار في درس فيه خير شو المانع تروح الزوج وتحضر؟ ما فيه شيء يعني بالعكس لازم الرجل يشجع زوجته عليه هيك مجالس. الله الله يهدينا جميعا اللهم آمين. معنا اتصال. ألو 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 يا مرحبا. ألو السلام عليكم. تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور ممكن أسألك سؤال؟ نعم. والله بدي أسألك شو حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ بدون وضوء القراءة صحيحة لكن لمس القرآن أو مسك القرآن لازم يكون واحد متوضي. ودكتور بالله مسك القرآن لازم يكون متوضي. نعم. لازم يكون على وضوء لمس. نعم. وده كان من أجل نعم. تعليم. من أجل؟ تعليم. يعني بدي أعلم. إذا من أجل التعليم والتعلم ما فيها مشكلة. إذا كانت معلمة أو متعلمة ما فيها مشكلة. دكتور بالله لو سمحت بدي منك طلب. نعم. والله لو سمحت بدي منك رقمك الشخصي لأنه والله في مشكلة صايرة معنا يعني ما بتحلها غير أنت يعني أنت بتنقذ أسرة كاملة. خلي تلفونك عندي أختي بس أرجع لعمان إن شاء الله بحكي معك لأن أنا خارج البلد لكن إن شاء الله بس أرجع بحكي معك. خلي التلفون عندي وإذا قدرت أحكي معك قبل بحكي. حاضر تأمري أمر. يا مرحبا فيكم جميعا. معنا اتصال. عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا مرحبا. بخير ولله الحمد. ومعك أم محمد من إربد. أهلا وسهلا يا أم محمد تفضلي يا أختي. يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك. عندي 5 أطفال وقسما بالله مبارح جرت الغاز بحب صاحب الدكان مرة يديني هذين بس عدم ما أطبخ لأولادي إنه وضعنا على الله وبدي إياك تساعدني. مست حاضر. الله يسعدك إن شاء حاضر الله. حاضر حاضر. في عندي بنت عمرها في عندي بنت عمرها 5 سنين تقرأ سورة الفاتحة. ألو يا مرحبا سامع. هاي في بنتي عمرها 5 سنين تقرأ لك سورة الفاتحة. يلا بسمعها. يلا قولي بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين والآمين. آمين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليها ما شاء وين التسقيف يا أحمد طلاونة ما شاء الله عليها. الله يسعدك. الله يحميها. الله يحميها. شو اسمك عمو؟ شو اسمها؟ عاشت الأسامي. ما شاء الله عليها ما شاء ما شاء الله عليك عمو ما شاء الله. الله يفتح عليها. الله يسعدك يا دكتور. أمالي لكن سامي يا دكتور. لا إن شاء الله ما بنساكو. يا مرحبا فيك. طول بعمرك. شكرا يا مرحبا يا مرحبا. أهلا وسهلا أخوانا. أي حد بيحب يتبرع لأي حالة على إذاعة يقين يتصل معنا على 56 56 145 56 56 145. يا مرحبا فيكم. فاصل وراجعين. مرحبا حياك الله جميعا بإذاعة يقين. الله يحييك ويعطيك العوافي يا رب وإن شاء الله ربنا يجمعنا على كل خير على 569-33-77. معنا اتصال. يعطيك العافية شيخ. ألو ألو يا مرحبا. يعطيك العافية يا مرحبا. دكتور ماكينة عندي سؤالين. السؤال الأول هسا شو حكم إنه أنا مثلا صح لي مبلغ مالي بس قبل ما يصح لي حكيت إذا صح لي المبلغ أنا رح أطلع منه جزء لناس ماشي. هسا المبلغ ما طلع لي بالمبلغ اللي أنا كنت متوقعيته إنه مبلغ كبير يعني إنه كيف يكفيني أو إنه يكفيني أنا أطلع منه قل. ألو نعم
يعني كنت قايل اذا بيطلع لي 500 دينار اجي 200 هيك؟ تمام اه اجى عندي قل المبلغ فما قدرت اني اطلع منه اللي حكيت عنه. هل بلحقني اشي؟ وسؤالي الثاني اذا انت كنت قلتي نذر ولا قلتي يعني نويتي تطلعي نية؟ انا نويت حكيت ان شاء الله اذا انا طلع لي المبلغ راح اطلع منه هيك وهيك. هسه طلع لي المبلغ لكن قليل قل. فهمت عليك. اه وسؤالي الثاني حكم اني انا مثلا لقيت اشي شو الاجراءات اللي انا لازم اتصرف فيها؟ وانه انا مثلا بحكي ايش بحكي انه لازم تضل 3 ايام اذا ما حد سال عنه فانت حقك انك تاخذي ايش بحكي لا لازم تتبرعي فيه. فانا هون السؤال انه انا مثلا لقيت اشي وعلمت ان انا لقيت بس ما بين له صاحب. طيب لما نويتي انك تطلعي اذا بيجيك فلوس راح تطلعي منهم جزء من الصدقه وجه الفلوس قلال. انا طبعا ما بيلزمك ما دام مش نذر الحكم الشرعي انه لا يلزمك تطلعي منه اشي. تمام تمام بس عندي انصحك نصيحه طلعي ولو إشي قليل. هلا انا طلعت طلعي إشي قليل. ولو إشي قليل تمام تمام انا طلعت تمام. إشي قليل حكيت خلص انه ان شاء الله ربنا بعوضني بس يصير معي انه ارجع بس ماشي ما. فانت طلعي ولو إشي قليل تمام هاي خلصنا منها. واحد لقى لقيه لقى إشي ما فيش عندنا إشي اسمه شهر وإشي ثلاث ايام وإشي اربع ايام بنقول كالتالي حسب الشغل اللي انا لقيتها بحط حالي مكان اللي ضيعها. يعني انت يا اختي لقيتي سوار ذهب بسألك سؤال لو انت ضيعتي سوار ذهب شو بتسوي؟ قال والله غير اقعد شهر وانا بدور عليها. بقول لك طيب انت ما دام لقيتي سوار الذهب تقعدي شهر انت تدوري على صاحبتها. طبعا انت يا اختي لو لقيتي ليرتين قديش تقعدي تدوري على لو ضيعتي دينارين لقيتي دينارين انت الان بسألك سؤال لو انت ضيعتي دينارين قديش بتقعدي تدوري عليهن؟ قلت خلاص والله الله يسهل عليك بدي اسويها يعني. بس خلص اه بالضبط. فمعناته دائما وابدا في اللقطه بسموها اللقطه هاي بحط حالي مكان الشخص اللي ضيعها. لكن انا والله لقيت 10000 دينار طب انا لو اضيع 10000 دينار يمكن اقعد 5 سنين ادور عليهم فمعنى ذلك 5 سنين اقعد ادور يعني. هلا انا اضل فأنا بحط حالي لحد ما يبين لها صاحب مثلا كان مبلغ كبير ذهب سواره او اي شيء كان هسه اخليه عندي انا فتره لحد ما يبين صاحبها. انت لو انك تخلينا اكمل بدنا نستفيد انا وياكي اتفضل. ايوه فدائما ابدا بحط في مكان اللي ضيع الاشي وبقول قديش لو ضيعته انا بدور بحط حالي مكان. طيب انا لقيت سوار الذهب وبعدين قلت انا لو ضيعت سوار الذهب بدور عليها شهر وظليت محتفظ فيها شهر بعد الشهر شو بدي اسوي فيها؟ بنقول لك انت بالخيار يا بتاخذيها يا بتبيعيها وتتصدقي فيها يا بتاخذيها يا بتبيعيها وتتصدقي فيها. بس على الجهتين ان اخذتيها وان تصدقتي فيها اذا ظهر صاحبها في يوم من ايام الدنيا واحنا عايشين ربنا يعطينا طول العمر وتبين انه هاي السوارة لفلانة بتقولها شوفي خيه انا بعتها وتصدقت فيها فيا بتقول لك انا قبلت الصدقه يا بتقول لك لا والله انا بدي فلوسي فبتعطيها الفلوس او بتاخذيها الك ولما يبين صاحبها في يوم من الايام بتقولي انا اللي لقيتها وانا تراني بعتها واخذت حقها يا بتقول لك مسامحه يا بتقول لك بدي فلوسي. فاذا بعد انقضاء المده بعد فوات المده انا بالخيار يا ببيع وبتصدق او انا باخذها الي. لكن على الجهتين اذا صاحبها بين في يوم من الايام وقال بدي شغلتي بدي ارجع له شغلته ان شاء الله. واضحه ان شاء الله. معلش عادي اسال سؤال ولا اخلص؟ يلا بصير اه بجوز لك. معلش هسه على الجوائز الربحيه اللي عن طريق مثلا انت تجاوب سؤال تربح هاي حرام الحقني منها حرام إلي ولا إنه أنا مجهود إن أنا تعبت وجاوبت هالسؤال إنه بطلع لي هذا الإشي؟ نسأل سؤال نسأل سؤال شو كانت وسيلة الإجابة على التليفونات ولا سحوبات ولا كيف؟ لا لا عن طريق التليفون هو سؤال محطوط عن طريق النت وأنا جاوبته وما دفعناش حق الإجابة دخل اسمي على السحب من ضمن يعني الأشخاص اللي جاوب دخل اسمي على السحب تم اختياري آه بس أنت ما بعثت أنت بعثت رسالة وكان حقها غير عادي؟ لا لا عادي هي جواب عن النت عادي جواب السؤال كذا وخلص. اه اذا جا اذا اذا مسابقه وما كلفتني فلوس اذا المسابقه ما كلفتني فلوس يعني اذا كانت مسج بنفس السعر المعتاد اذا كانت مكالمه بنفس السعر المعتاد اذا ما كلفتني فلوس فهي جائزه ما فيها مشكله. واما اذا كانت الرساله ببعث رساله بخصم علي دينار بحكي تليفون بخصم علي بالدقيقه 40 قرش لا هذا قمار لانه بيكون لموا من كل المتصلين وأعطوا واحد جائزة فبيكون هذا قمار. لكن أنا يا محمد أجي أكتب لكم سؤال على الفيسبوك وأجي أقول اللي بجاوب على السؤال له رحلة عمره
وبعدين جابوا 10 أشخاص وعملنا قرعة وواحد منهم راح العمرة، ما فيها مشكلة. هلأ هو كيف صار دكتور معلش يعني هذا كيف صار الموضوع؟ يعني أنا جاوبت السؤال من ضمن السحب، هم اتصلوا فيا وكان في أسئلة وأنا جاوبتها. ما في وقت على المسابقة خالص، معناته جائز ما فيش مشكلة. ما شكرا لك، نعم ما في مشكلة، طولت يعطيكم العافية. عندنا جميعا وما بيحيد نحن من خلقه، يعني اللي بيقدر اللي بيقدر يساعد بشيء يساعد. أنا عجبوني هذيك اليوم إخواننا في ليبيا وإخواننا في المغرب، هم كيف التبرعات وكيف بيساعدوا بعض، يعني الناس إحنا كلنا لبعض. وأحيانا بتشوف الشغلة قليلة، الصدقة قليلة، 10 دنانير 5 دنانير هذا بالنسبة لك، لكن بالنسبة للمحتاج ما هو هذا كله بلم، يعني إن شاء الله بيكون فيه البركة. كان الصحابة تبرع الواحد منهم ب يعني ملات إيده تمر، يعني تخيل إيدك كم تمر بتوسع، 5 حبات 7 حبات. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه بعض المنافقين استهزأوا فيهم، يقولوا طلع يعني ها شوف لك هذا جايب حفن التمر، يعني شو ده تسوي، عرفت المنافقين هذول. فالنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، مش بحفن التمر، نص تمرة بتنفع. فأي حدا بيحب يتبرع لأي حالة تظهر عندنا على إذاعة يقين يتصل على 56 56 145. الله يحييكم جميعا. احنا لهون ناتي لختام حلقه هذا اليوم من برنامج همك همي عبر اثير اذاعه يقين. نسال الله تبارك وتعالى ان يزيح همومنا ويفرج كرباتنا اجمعين، قولوا اللهم امين. الى ان نلتقي بكم في حلقه يوم غد ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهده، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. قناة محمد نوح الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة.